بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الفرد الصمد الماجد الأحد المتفضل المنان المتطول الحنان الذي من تطوله سهل لي زيارة مولاي بإحسانه ولم يجعلني عن زيارته ممنوعا ولا عن ذمته مدفوعا بل تطول ومنح. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح أمين الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي حجة الله. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاد حتى استبيح حرمك وقتلت مظلوما. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بطل المسلمين يا مولاي. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى
والحجة على أهل الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مولاي أنا موال لوليكم ومعاد لعدوكم، وأنا بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. يا مولاي أتيتك خائفا فآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني، وأتيتك فقيرا فأغنني. سيدي ومولاي أنت مولاي، حجة الله على الخلق أجمعين. آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم، وأشهد أنك التالي لكتاب الله وأمين الله الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لعن الله أمة ظلمتك وأمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام على الحسين بن علي المظلوم الشهيد، قتيل العبرات وأسير الكربات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك الثائر بحقك، أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهادة، وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، وأكرمته بطيب الولادة، وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة، وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجغالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى، وتردى في غواه وأسخطك وأسخط نبيك، وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق، وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. لا تأخذه في الله لومة لائم حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم لعنهم لعنا وبيلا، وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها المظلوم الشهيد. بأبي أنت وأمي عشت سعيدا وقتلت مظلوما شهيدا.
السلام عليكم أيها الذابون عن توحيد الله، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، بأبي أنتم وأمي فزتم فوزا عظيما. السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المواسي، أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول الله ودعوت إلى سبيل الله وواسيت بنفسك، فعليك من الله أفضل التحية والسلام. بأبي أنت وأمي يا ناصر دين الله، السلام عليك يا ناصر الحسين الصديق، السلام عليك يا ناصر الحسين الشهيد، عليك مني السلام ما بقيت وبقي الليل والنهار.